تشويش وقطع الاتصالات. من الممكن أن نجد طريقا للكلام عن هذه المسألة من هذه التقنيات التي تمتلكها دولة مثل إيران لتحقيقها بكل تأكيد. لنفترض جدلا أن إيران متدخلة وقامت بهذه العملية، والكثير من المصادر تقول أن إيران هي أعطت الأوامر لحماس، رغم أن إدارة بايدن لا تريد أن تخوض بهذا المجال حتى هذه اللحظة. القول أن إيران تدخلت، لنفترض جدلا يعني إيران تدخلت في هذه المسألة، إيران أساسا أيضا يعني أدخلت طائراتها المسيرة إلى أوكرانيا وقالت لا علاقة لي بهذه المسألة، يعني هي نفس القصة تقريبا. يعني ما الذي ممكن أن يطبق على إيران يا سيدي هنا؟ لم يفعلوا شيئا في مسألة أوكرانيا، يعني ما الذي سيختلف الآن؟ لا غير غير يا عزيزي. اولا قضيه الكذب في حالات الحرب معروف، حتى يعني هناك البعض يعني يتخذ بعض التفسيرات الدينيه او المهنيه لتبرير ذلك، هذه ليست قضيتنا. ولكن ما يعنينا الان، نعم هناك فارق بين اوكرانيا وبين اسرائيل، فارق كبير. وحتى زيلنسكي يعني منذ البدايات عندما طالب المجتمع الدولي بإنقاذ إسرائيل وأنه لا يجوز سكون ذلك، لأنه يعلم أن أول رأس تم التضحية بها هي رأس زيلنسكي. الموضوع الأوكراني مختلف كليا، الاشتباك هو أطلسي روسي الآن. هذا الموضوع لاحظ مواقف بوتين حتى الآن تشير إلى ضرورة الحل. الرئيس الروسي بوتين لا ينخدع أحد بأنه راض عن الصور الأولى التي ظهرت على منصات حماس أبدا، لأن هذا ما قام بمواجهته في الشيشان، وهذا ما قام بمواجهته مع النازيين الجدد في أوكرانيا، وهذا أيضا ما تمت مواجهته في العراق وفي سوريا. فالمسألة يا عزيزي الآن مختلفة كليا. الدور الإيراني هناك أكثر من تفسير، يعني أعتقد عزيزي أن الأمور ستنتهي في كامب ديفيد أخرى. كام ديفيد حرب التحريك لا التحرير بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا تبين انتهت بكام ديفيد. صار الخلاف السوري المصري الذي رأينا نتائجه حتى هذه اللحظة، خطاني لم يلتقيا. ولكن الربيع العربي المشؤوم وحد بين موقف القيادة السورية والمصرية، لأنهم وجدوا ماذا يعني الفوضى وماذا يعني الإرهاب. الآن ما يجري عزيزي هو مفتوح على عدة تساؤلات بالنسبة لإيران، وهذا موضوع قد يتطلب حلقة بحد ذاتها. هل إيران اتفقت مع إدارة بايدن على الخلاص من حماس كمقدمة للتخلص من أذرعها في المنطقة كافة في إطار الاتفاق الذي ضمنته بكين؟ هناك أمور كبرى عزيزي تجري. هذه مؤامرة هائلة هذه أستاذ بشار. لا عزيزي أنت قيس الأمور بالنتائج. طيب عندما تم إسقاط نظام صدام، أكمل هذه الفكرة أرجوك. عندما تم إسقاط نظام صدام عزيزي، كانت التساؤل الشارع العربي بعد كل التثوير والتحريض إنه أين النظم العربية، كيف نظرت إلى سقوط صدام واعتقاله ومن ثم إعدامه. الآن نفس الشيء يطبق لأول مرة، ولكن بتنظيم مسلح. ما يجري الآن إنهاء حماس كليا من الصورة. إذا لم يتدخل حزب الله سيكون موقفه كما قيل بين قوسين عن الدول العربية، بأنها تتابع عن بعد ولا تصنع شيئا، وإن تدخلت كانت الحرب والضربة لإيران.